مرة أخرى ولينا معكم. راني نشوف اليامات هادو هشام عبود مع أنور مالك مع الناس هادو يحطوا هيئة الدفاع الخمسة هادوك، يعني محامي الدفاع الخمسة هادوك اللي داو للسجن في قضية شتوان، سعيد شتوان هذاك ولا سميتو. اوكي، يجيبوا تنمو ما عندهمش مواضيع جديدة مهمة للشعب الجزائري، يجيبوا هذاك يلصقوا يديروا لا فيديو يهضروا على نامبورت كوا. راهم يهضروا يجيبوا هيئة الدفاع تهضر. اوكي، يقول لك على خمسة هذوك القضايا تاعهم زعما. لو بروبليم سيكو واش يجيبوك يقول لك شتوان اللي عنده 15 سنة في عمره، ثانيا لا ديبلوم لا فورماسيون لا جامعة، يقول لك باللي يوم الثلاثاء هو يمشي قدام لي زيتيديون لي فيتور كادر تاع البلاد، يمشي قدامهم لا ديبلوم لا خدمة لا فورماسيون. وين عندك جامعيين طروازون كلاترون في الجامعة، وشنو المطالب تاعهم منذ سنتين، وشنو لي سوليسيون في الجامعة؟ انت مازال عندك عام ولا عامين تروح تخرج باش تروح تخدم، وشنو المطالب تاعك انت؟ ما سلكتش من بال القراية تاعك، راك مازالك في الجامعة. وزير التعليم العالي راحوا دائما عنده عندنا مطالب مطالب مطالب، واش قال لهم؟ قال لهم جيبوا لي المطالب منا والورقه منا اعطيوا لي سوليسيون. حتى واحد ما راح عنده كي وصلهم، قال لهم نتوما جامعيين نتوما سي دي ستوديو اعطيوا لي لي سوليسيون لي فيتور كادر تاع غدوه، اعطوني لي سوليسيون. ما زادوش ولاو، لانك تكون جامعي او عندك الجمعيات هذو المنظمات هذو، ممكن تسير روحك حتى وين تجيب المطالب تاعك. خدمنا كاع في المنظمات على بالنا كيف يسلم، بس حلاله هما ما على بالهمش واش يديروا، يروحوا للشارع. شكون يعطيك في الشارع؟ الاونس تاع نافيا ماني ولا كتريا ماني، الشراب والكيف والدعاريتو يكونوا في المقدمة تاع لي زيتيديون، هما اللي يجيبوا لك الحقوق تاعك. معليش، قلت لكم هناك مشكلة باللي لا جوستيس العدالة الجزائرية والقضاء من المستحيل يكون مستقل، ليس يعني من طرف الدولة، من طرف يعني السلطة التنفيذية. لو بروبليم سي كو لي جون كي ترافاي، الناس اللي يخدموا في القطاع هذا تاع العداله هما اللي يعكروا المناخ، ما يعرفوش كيف يديروا. تقولوا لي كيف هيئه الدفاع هذه جات باش تهضر على مشكل جديد؟ هذه ما هنا في امريكا كي مثلا يجي محامي يهضر يحط لي بوستر هذاك على القضيه هذيك، يحط لي بوستر ولا ملور ولا الناس اللي معاه، هيتو لازم يكون عنده علاقه مع ليفينمو هذاك اللي تهضر عليه. اوكي، فهيئه الدفاع هذا تاع شتوان واش حطوا من اللور لاريير بلون تاعهم؟ حطوا لي ديسباري تاع العشريه السوداء، تلقى كاع لي ديسباري تما، شحال كاين 20,000 واحد ولا 90% كاع داو دراهم، داو لي داو لي زابارتمون، داو الكوميرس، داو لي فورغون. حقيقة هذا بوتفليقة كاينين ساربين. اوكي، الى ديت لاك دو سيرتيفيكا دو ديسي، اوكي، اون اتيستاسيون، داروهم اتيستاسيون سبيسيال، خلاص ما تزيدش انت تلعب بالسوجي هذا. كان شي لي فامي اللي ما بغاوش يديو دراهم، لان باش تكون لاسوسياسيون هذيك مازال النبض فيها
على بالي واش راهم يديروا. من المشكله اليوم تلقى الاناس اللي خطيهم العداله والقضاء والمحاماه، مشكل جديد في صال دو كونفيرونس جديده ماشي تاعهم زعما، باسكو هذاك لا بونكارت هذيك يديوها كاع الاناس يمنطروا بها بارتو. اوكي لو كان يكون باسكو كان لي تيليفزيون كاع ثميتو، ما كاش واحد يقول هذا المشكله اللي راه موراك ما عندوش اي علاقه بالبروبلم هذا، باش ذهنيا يرجعوك الى التسعينات بلي هذوك الاناس اللي راحوا للسجن صافي دير كي يروحوا للصحراء بعد يروحوا ديسباري. دونك الانسان لازم يقرا واش بغاو بهذيك لاريير بلون. هذا لاريير بلون الشرطه دات اناس راحوا الى مركز الشرطه التحقيق والتعذيب، رموهم في الصحراء ما بانوش ماتوا خلاص، هكذا لا فيرسيون تاعهم. وانا قلت لكم لي ديسباري وين راحوا، لي ديسباري لا ماجوريتي هما سي دي سامباتيزون تاع الفيس اللي ما بغاوش يفوتيو على الاناس اللي كانوا في ليترونجي. اوكي اللي كانوا في ليترونجي حسوا باللي يخسروا الدوزيام تور، دونك خرجوا لهم عيناني هذوك الاناس كانوا نفوطيو على الاناس على بالك شكون، لان قالك كاع هذوك اللي راحوا كاع ماتوا ايتو سي دي مودياري. اوكي سي دي جون يعرفوهم الناس، قال لك لو كان يكون دوزيام تور نفوطيو على هاد الناس هذا، سان با دير كاع الناس اللي كان في لا ليست تنجح بصح، كي قالوا نفوطيو على هاد الناس من الداخل اكستيرميناهم، هما اللي قتلوهم. يجي بزي تاع الداركي يديه انت تقول يماك داه داركي، بصح هو تاعهم. هاي اللي كيف خطفوهم كاع، يعرفوا وين يسكنوا، يعرفوا لي زادريس، يعرفوا اسمه، يعرفوا كل شيء عليه باسكو يخدم معاهم، يخدم معاهم. يجيو يديوه يسلسلوه ما بانش، علاه؟ لان هذو الاناس هذو لا ماجوريتي الناس اللي كانوا تاع الفيس وبغاو يحبسوا هذاك التصادم مع الجيش، واحد اخرين هما سيدي مودياري يعرفوا الدين يعرفوا الاسلام، يقولوا اتونسيون الى هذا الانتخابات تدينا الى الدماء الله لا تولي الانتخابات، يقول كنايا ماذا بيا ما نقتلش انايا انسان في بلادي، يموت يموت تصادم مع الشرطه ولا الارميتو تدي الى الدماء. النص قال لك حنايا نحبسوا ما نروحوش لي زيليكسيون. النص واحد اخر قال له داروا احصاء هكذا صبر الاراء، لقاو بلي هما اللي يربحوا لو كان يروحوا للدوزيام تور، واحد على ثلاثه، واحد على ثلاثه هذوك راحوا كاع ماتوا. تقول لي وشنو هي نقطه الاتصال في زوج هناك صبر الاراء، قالوا هما اللي يربحوا لو كان يروحوا للزيليكسيون مره اخرى. دو موا ابري بداو يديسباري. دونك هذيك اللي ديسباري هذيك تاع لاريير بلوم ما عندهاش اي علاقه مع شتوان اليوم. ومن بعد كي تشوف محامي ممسي عنده 50 سنه في الخدمه 30 طون يخدم مي ما عندوش علاقة بالمحاماة، يطبع بارك هذوك تاع المحامين تاع لابروكيراسيون، محامي تاع 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 الزواج وطلاق، هذا ما كان ما يعرفوش يقنعوا للجوج. قبل ما تقنع للجوج انت لازم تقنع الرأي العام والصحافة. وكيل الجمهورية ولا النيابة العامة كيدير لك دوسي، كيدير لك دوسي الله لا، المهم دير لك واحد 50 سنة ثم الشذوذ الدعارة وكر الدعارة لا دروغ، دير لك كلش ثم هكذا. وكيل الجمهورية يدير لك كلش ثم ولا نائب العام. ومن بعد انت واش دير كمحامي
اوكي، تشوف التحقيق، تشوف البي في، تشوف لي تيموا، تشوف واش كاين الادله، ومن بعد ثم تنقص الجرائم هذو، تنقص الجرائم هذه ما كاشها، هذه ما كاشها، هذه ما كاشها، هاي لك كيف تنقص الجرائم من الليست هذيك اللي يعطي لك وكيل الجمهورية ولا النيابة العامة. مين هو في مخو يقول لك انايا ندوموندي للجوج، ندوموندي 5 سنين على هذه، مثلا يقول ما بين 2 سنين الى 5 سنوات الجريمة هذيك، صافي دير يقول لك ندوموندي 5 سنين، يكتب هكذا مسودة، يدير مسودة بعد يدومونديها للجوج، يقول لك أنايا هذا الأناس هذا بغيتهم تحكمهم على الشذوذ، على الدعارة، على وكر الدعارة، على السرقة، على هذه، على هذه، على هذه، قالوا لا ليست. ومن بعد وكيل الجمهورية هذا يعرفوا أناس تاع الصحافة، يعرفوا أناس واحد آخرين، يهضر معاه يقول له ما بالك يعطي له ورقة تاع البيفي، يعني ليس كما نقولوا سي إيليغال، بصح ممكن الصحافة يخرج له هكذا رؤوس الأقلام. ومن بعد الصحافي هذاك واش يدير؟ يكتب تف تف تف، يكتب يقول لك هذه هي يعني المسودة اللي نورمالمون تكون، يكتب هذه مجموعة أشرار حكموهم على الدعارة في وكر الدعارة، يكتب. ومن بعد هذاك المحامي هذا اللي خرج سمانة من بعد يروح باش يكذب، يروح باش يكذب واش مكتوب في الصحافة. هو لو كان كان محترف، لو كان كان محترف واش يدير؟ كما هنا في أمريكا واش يدير؟ وكيل الجمهورية ولا النيابة العامة ترفض بي في للجوج، تقول له أنايا بغيت نحكمه على هذا هذا هذا، انتايا تروح ديريكتومون للجوج هذاك في تلاقاو في ثلاثة، تقول له هذه ما كاش منها، هذه هذه ما كاش منها، هذه ما كاش منها، بعد يخرج يقلص من الليست هذيك تاع الجرائم الجناح ولا. ومن بعد انتايا كهيئة الدفاع تروح تخرج وتقدم ندوة صحفية، طاف 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 واش خرج؟ تقول لكم ما نقدرش نقول لكم لأن قيد التحقيق، ما نقولكمش كلش، علاه؟ باش انتايا تيفيتي الشبهات. انت واش تقول انت يا في لا كونفرنس دو براس تاعك؟ تقول باللي هذه سي لا ديفاماسيون، التشهير والتكذيب دو، ما هياش ديفاماسيون. لا ديفاماسيون هو كصحفي، لان انت ما درتش الشغل تاعك، تروح اول مره حكموا 5 هذو حكموهم طاف، تروح دير ندوه صحفيه هذو 5 حكموهم على طاف 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 الجناح هذا، كما هضرت المره هذيك قالت كاع الجناح اللي دومونداهم النيابة العامة. ومن بعد انت الصحافة هذه كينقل يقول لك يا هذه هذه هذه، وبعد هو يخرج في الصحافة المكتوبة ولا المرئية وش على حكمه هذو 5. اذا انت يا قعد 5 ايام 10 ايام بعد الجريمة هذيك، بعد ومن بعد انت يا تشوف واش خرج في ليزانفورماسيون، بعد تقول هذه سي لا ديفاماسيون نروح نقاضي؟ لا لا لا، ما تقاضي ما والك. هو وكيل الجمهورية يرفض قضية، واحد سمع واش كاين في البي في هذاك تاع القضية، يكتبهم دار انونس في الجرنال، لان انت يا ما درتش الشغل تاعك. الشغل تاعك واش دير اول مرة؟ على بالك باللي واش رفد وكيل الجمهورية تروح تقلصو هذيك الورقة باش تبدا تنحيو الجناح اللي ما راهمش، ما عندهمش تحقيق، ما عندهمش مثلا كي داروا تحقيق لقاو باللي لازم تنحى هذه. كاين مثلا هنايا، هنايا كاين جناحتين مثلا، يحكمك على جناحة واحدة مثلا، الى واحد بغى يجيبك على جناحة كبيرة مثلا تاع 10 سنين ولا 5 سنين تو، يقول للجوج انايا ما نحسبش هذوك الاخرين، دونك هذا كيلعب، ينحي هذيك اللي ما عندهاش ايفيدنس، اللي ما عندهاش الادله اللي تعكر لك التحقيق. واحدة بتكتبها ثم تشوف باللي توقف لك التحقيق ينحيها.
دونك اي كيفاه باش نقولوا باللي هذه سميتو بين الصحافه والهيئه الدفاع هذا باش تكون بروفيسيونال. انتوما سي با دي بروفيسيونال، انتوما سي دي بوليتيسيان، استعملوكم السياسيين رحتوا باش تحاميو على هذا. شوفوا واش درت نتايا، هذاك اللي كان في الوسط داخل لاصال هذيك رفد واحد اهدر واحد مثلا، انت قلت له اهدر نورمالمون سي جورناليست يسالك سؤاليته، واش قال لك؟ قال لك هذه قضيه مفبركه كايتو، احنا ما على بالناش بالتحقيق. انت عطيت له الكلمه باش يهدر، ومن بعد هو قال لك هكذا، ومن بعد ريبونديت يعني الشابيتر هذاك الاول نورمال، ومن بعد درت الغلطه الاخرى. واش قلت له نتايا؟ قلت له حنايا حنايا لا نستناو التحقيق واش يخرج باش نتبعوا هذا الدوسي باجراءات قانونيه. هذه سي بون ريبونس لهذاك اللي كان يصدي ما تشوفوش بصح تسمع له. ثمثم واش قلت له؟ ريبونديت لواحد اخر ولا كي كملت تهضر، قلت حنايا نعرفوا، شوف انت حنايا نعرفوا باللي هاد الخمسه نشطاء سياسيين ما حكموهمش كمجموعات اشرار. شوف انت قلت نحن نعلم باللي هادو ماشي اشرار، هما نشطاء سياسيين صافي. واش قلت انت؟ قلت له انديريكتومون الجناح هذاك اللي عطى لك نائب العام والجوج الى خرج باي فيرديك ولا مثلا حكموهم للسجن صافي دير التحقيق هذا باطل انديريكتومون. هكذا اللي قلت، لان حطيت في راسك بلي هذوك نشطاء سياسيين بغاو برك يلقاو لهم السبب يديوهم للسجن صافي دير كيف كيف كيما انت كيما هذاك اللي قال بلي حنايا ما نستعفوش بالتحقيق. لان قلت نتايا هذه القضيه مفبركه. كيفاه نتايا كمحامي تروح تشوف البيفي تاع لابوليس، تشوف لي كاميرا، تشوف لي تصاور، تشوف ديفجا لو فات كو كاين معاهم هذاك تاع 15 صدى، كيف تبرر هذيك؟ يماه ما على بالوش بها، هو قاصر. ومن بعد تقول هذه قضيه سياسيه، ديجا ديريكتومون خدمت تقييم مسبق على واش راهم يديروا الدوله. دونك مكتوب في الرابور هذاك مثلا لابوليس، شوف لان تقريبا نفس الشيء امريكان ولا هنا تقريبا نفس الشيء مع الجزائر. هذاك البي في تاع لابوليس كي يكتب البوليسي اوكي سيدي الدوغري تاع الكتيبه، كي يقول لك واحد قامت مصالح الامن بالقبض على مجموعه اشرار اوكي، انت سطرت على هذيك مجموعه اشرار ومن بعد هدرتها بالفرنسي قلت سيدي مالفيتور. انت فهم وشنو الاشرار للشعب الجزائري، انت قلت هذه ستون ديفاماسيون، هذه ستون ديفاماسيون. انت راك دير درس للصحافه اوليو تعطي لهم الصحيح تقول لهم كلش راه قيد التحقيق، نعطيكم فقط الليست هذيك تاع الجناح اللي نورمالمون تدخل للقضاء ومن بعد نشوفوا. بصح انت لا لونسيت انت في الهضره كوم سي درت التحقيق وشفت كاع الايفيدنس كاع الادله ومن بعد درت انت يا لا كونكلوزيون وحدك بلا ما يكون الجوج بلا ما يكون البروكيور. هايلك لو بروبليم تاعكم في الجيري، انت قلت مجموعه اشرار ايوا شنو هما هادو؟ الا ماشي مجموعه اشرار الشرير هو اللي يدير حاجه ماشي مليحه، اما الفيتور اوكي واحد اللي يدخن المخدرات مع 15 سنه مع واحد تاع 15 سنه، اسكو هذا عمل نورمال ولا ماشي نورمال؟ يشرب معاه شراب
ايه يقول لك شرير، اما الفيدور راك تخدم حاجه ماشي مليحه، ومن بعد تروح انت تهدر للصحافه باللي داروا حاجه ماشي مليحه، كي كتبوا باللي القبض على مجموعه اشرار، كي انت البي في تاع لا بوليس ولا تاع لا جوندارموري يكتبوا هكذا، ومن بعد البروكيور يروح يدي هذاك البي في يقراه، ومن بعد يعاود له بصيغه حقوقيه، لان كاين دي بوليسي ما عندهمش النيفو، كاين دي زوفيسي عندهم النيفو، دونك يكتبوا بالفاظ صارمه في مكانها، دونك يدي هذاك البي في ما معناها كيف كيف لابوليس كاين اللي ما يعرفوش يكتبوا، ومن بعد يخرج كي يروح للبي في هذاك، يروح البوليس ريبورت اللي يقولوا له، يروح عند الدي اي هو يعاود له بصيغه قانونيه باش يقنع الجوج. اوكي انت اكون سي فري هشام عبود مع انور مالك هم يستعملوا هذا، بس ما عندهمش اي حاجه يقدموها للشعب. انا قلت لكم لو كان فريمون بروفيسيونيل انتوما ما تدخلوش كاع في التحقيق، راهي قد قيد التحقيق هاي، لكن خبروا لنا رأي العام واش كاين باش ما يديروش لي جورنويتو ما يكتبوش اشياء غريبه، ومن بعد تقولهم بعد نولي نجيب لكم صحيح. اوكي بعض الادله انت ديريكتومون في مخك تقولهم باللي هذه قضيه مفبركه سياسيه، وراهي السياسه كي تلقى واحد. دونك لو كان مثلا لي جورناليست اللي كانوا تما ما كانش واحد يعني بوسيك باش تريبوندي، يقولك مثلا الناس هذو ما يخدموش، لا فيلا 6 ملايين، لي فاكتور 2 ملايين، في الفيسبوك تاعو 12 سنه في عمرو شد قرعه تاع شراب، لا درون ثم في لي فيديو تو يهضروا ويكميو. اسكو انت هادو كاع مع واحد قاصر ماشي مشكله، ديجا هكذاك السؤال يقول لك واحد اعطيني شكون يخلص لهم هاد لا فيلا هادي، منين يجيبوا دراهم اذا انت ما عندكش مدخول؟ اوكي وريني كيف تخلص انت لا فيلا، تخلصها عام الافونس هكذا. دونك الحاجه الاخرى اللي شفتها بزاف بزاف راهي الدور، الواحد اللي يحكموه كي يحكموه القزول، ومن بعد واش يدير يقول يحكموه يحكموه ك ناشط سياسي ولا في المسيره ولا، ومن بعد كي يحكموه واش يدير يتخبى مور لا فونكسيون تاعو، ناشط حقوقي ناشط سياسي يقول انا محامي انا صحفي، يتخبى مور لا فونكسيون تاعو. اي ديك واش صرا لكم تما ما تقدرش تقبل انا يا اليوم كي نروح انا ندير يقول ندير مثلا المسيرات، اسكو جيت على اساس اني صحفي ولا على اساس اني ناشط سياسي؟ جيت على اساس اني محامي ولا جيت على اساس اني راني سيتوايان نورمال؟ بعد كي يحكموه القزول يدير لا فوتو تاعو، احكموا واحد صحفي يحكموا واحد محاميته. دونك ومن بعد كي يدخلوه للسجن تقول له انتوما هذه قصه مفبركه، هو لان العمل تاعو كجورناليست داوه للسجن. دونك واش تفهم دائما كي تصرا قضيه كيما هذا يجيبوك لمام ديسك. انا واش نقول له كي يكون واحد صحافي ولا كي يكون واحد ناشط حقوقي ولا كي يكون واحد محامي رفع عليه القلم، هذاك الانسان ما يديرش الجرائم ولا الجنح، ما يقدرش، امبوسيبل الدوله تحكمه هذاك الانسان لانه ملائكه. دونك هذو الاناس تاع خمسه ممسي نشطاء سياسيين بصح داوهم على جرائم واحده اخرى، لازم يفهم الانسان باللي
سي با كي يديوك داخل الفرقون صافي انت كنت مدنيه ماشي عسكريه، لا لا عندك مشاكل واحد اخرين. هايلك واش انتوما اللي بغيتو تنحيو من الشعب الجزائري باللي هذاك الانسان ما عرفش الامام يديوه للسجن يدير جرائم، الاستاذ يدير جرائم، طبيب هذا وهذا وهذا، صافي با دير كي يدي واحد صافي دير كي وعندو ديجا الدولة راهي تستنى فيه. نتوما هكا تخمو ناشط سياسي ولا صحفي ولا محامي رفع عليه القلم ما يدير، ولا هذو الاحزاب السياسيه كي يدي واحد للسجن يحوسو كيفاه يدخلوها داخل المساق هذاك تاع لابوليتيك. هذاك تاع الار سي دي محسن بالعباس عنده قضيه مشكله، مات واحد داخل الدار تاعو، مات واحد مغربي وقيل، ممسي هذاك الانسان جابو لونتربرونور بصح مات داخل لا فيلا تاعك. اسكو دارت لو رابور؟ اسكو كي تسمع باللي ديجا لو فات كو على بالك الخدمه اللي يديروا البلاطريتو، تخمم الحاجه الاولى اللي تسال نتايا كمسؤول سياسي تقول له اسكو العمال هذو كاع عندهم لي بابي مغاربه مغاربه جاو يخدموا يصوروا الخبزه تاعهم، مي تخمم اسكو عندهم لي بابي في الجيري؟ ما كاين اي واحد عنده البابي. دونك كي جاو داوك كي جاو داوك الناس كاع راهي تهضر باللي داتوك على اساس انك مقاوم من ناس سياسة ضد الدولة. لا 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 عندك مشكلة مع الدولة مع لابوليس ضديك تتحقق معاك. اوكي كيما هذاك احسان عيطولو عيطولو لاجوندارموري ديريكت هما قالك الارتيكل مازال ما شافش واش كاين. ايه تشوف تروح ومن بعد يقولوا لك الجماعه هذه رفضت قضيه عندك ضدك. ما تخممش باللي اي حاجه تصرص في ديك لا فونكسيون تاعك هي اللي تسبق. نو اوكي درت الحاجه تخلص لازم يفهموها الناس هذو باللي راكم تلعبوا بالنار، كنت تلعبوا بالنار. اوكي الموضوع الثاني دائما في الموضوع هذا تاع العداله ليتو في البلدان المتقدمه. اوكي في البلدان نديرها في فيديو واحد اخرى ماذا بك.